أما في ملف الاحتجاجات ومع زيادة قمع القوات الأمنية والانتشار المكثف لها في الشوارع الإيرانية وقطع الطرقات إضافة إلى الوضع الاقتصادي السيء، تعذر على آلاف المحتجين الإيرانيين الوصول لنقاط التجمع، ما دفع هؤلاء إلى تغيير الاستراتيجية للتظاهر، وتمثلت بتشكيل مجموعات صغيرة في كل حي وحارة على أن تكون خاطفة، بمعنى أن المتظاهرين يخرجون في تظاهرات محدودة وسريعة لسيما فترة الليل، هتافات وتصوير ثم العودة للمنازل. وقد رصد أسلوب الاحتجاجات الخاطف هذا في مناطق كردية متعددة بينها سنندج وكذلك العاصمة طهران. نواقص عدة في لوازم معيشية للإيرانيين وحقوقهم الأساسية دفعتهم للشارع مرارا على مدى سنوات طويلة، وما بدأ في سبتمبر الماضي كاحتجاجات على مقتل الشابة مهسا أميني والدفاع عن حقوق النساء تشحذها مظالم اقتصادية كثيرة وفق صحيفة واشنطن بوست. فالعملة المحلية أي الريال سجل أدنى مستوياتها في ديسمبر مكملة انهيار كامل أمام الدولار. شهر ديسمبر شهد كذلك تجاوز معدل التضخم 48%، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من 25 عاما. التأثير الأولي لهذا التضخم ينعكس بطبيعة الحال على معيشة الناس والمكافحة لتغطية نفقاتهم وفق الصحيفة الأمريكية. فالاستياء الشعبي زاده حدة ارتفاع التكاليف، حتى باتت المواد الغذائية الأساسية مثل اللحوم والبيض من الكماليات. هذا وكان الإيرانيون خرجوا بمظاهرات واسعة أواخر عام 2019 احتجاجا طبعا على ارتفاع أسعار الوقود، لكنها انتهت بسقوط أكثر من 1500 قتيل.